برشا عباد هويك كان باش تشوفك في الشارع، معناها باش تقولك خمار، شطر خمار، مدينة مش مدينة، أسرا حرية شخصية هذا باش نتجاوب علي. اي كل انسان حر شنو اللي يعمل. سيتان لوك وكا سيتان لوك مش حجاب. لا اكيد تجيك برشا انتقادات ياسر، خاصة من اللبسة 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 اللبسة. شو يقولوا لك؟ علاش شبيك تلبس لي كولور هكا؟ علاش بها لبستك مش كيما العبيد الاخرين؟ علاش تخرج شعرك؟ علاش مكياج؟ وين ما يهمني؟ بالعكس يزيدني، معناتها نحس روحي محليني سبيشال هكا. صحيت. انت علاش اخترت انك تخرج باللوك هذا مثلا؟ هكيك هبلة. انت كنت مدينة قبل؟ لي ذيك هي من الاول نلبس هكا، ما عنديش معناتها دينت ونحيت ولا عادية ملي انا هكا. ديجا حتى اصحابي يعرفوني شو انا نعرف حاجة بركة، معناتها في الدنيا يلزمك انت تكون عندك كل انسان يلبس اللي يحب هو ويعمل اللي يحب هو وكها. حرية شخصية. حرية شخصية. باش نسألك زيادة على الطفلة في تونس، اسكو لاقيه روحها؟ عندها برشا تقلقات من العباد؟ عندها عندها ديما عندها مغطيه مش مغطيه ديما عندها تقلقات، فما معناتها علاش وكيفاش والويش، وهذا انا لقيت فيه صعوبه سورتو في الخدمه، معناتها علاش تلبس هكا وندرشني وندرشني وش بيه ستيل نتاعك هكا، يسالوك امي نتاعو ما يحبوش يقلدوك ولا ما نعرفش، ما لقيتلوش جواب معناتها السؤال هذا لتو علاش ما نعرفش. شنو التقلقات الاخرى اللي تواجههم انت كطفله ابار ستيلك؟ ابار ما يقلقونيش الجمله سؤالات هذوكم، لي كومونتير هذيك الكل ما تقلقنيش، بالعكس انا كل يوم نزيد اكثر نلبس احلى وخير بوغ اتر توجور ديفيرونت. اي توا ان شاء الله باش ندعوكم انا ان شاء الله باش تعملوا طلع على الباج نتاعنا جرين بالا، اللي هي مهتمه كسوسوا معناتها المراه لا فام اكتويل والا المدينه ومش مدينه، معناتها المتحجبه كما توا في مجتمعنا المدني نقولوا نص متحجبه واللي واللوك العادي معناتها تبيعوا فيها لبسه. اي ان شاء الله.